الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولاية المقبلة آخر محطة في مسار بناء الجزائر الجديدة وآخر محطات رحلة التغيير في استكمال بناء مؤسسات الدولة، موعد يعتبر محطة حاسمة في استكمال عملية تكريس الديمقراطية التشاركية بإشراك المواطنين. لا ينكر أي إنسان بأن الجزائر خرجت من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذا الخروج بطبيعة الحال يضع هذه الانتخابات في مرحلة زمنية وتاريخية لها خصوصيتها، وبالتالي لا نستطيع النقد عليها. لا يجب أن ننسى بأن الجزائريين خرجوا للحراك وأنهم نددوا بالأساليب والممارسات السابقة، والآن طبيعة الحال هم يستشرفون المستقبل وينتظرون يعني مدى التغيير العميق في العمل السياسي. إعادة النظر في بعض المكاسب وعلى رأسها طريقة توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيها، مما يحتم عملية غربلة المستفيدين التي تقع على عاتق المسؤولين المحليين، لا سيما تحقيق تنمية محلية من خلال منح المجالس المحلية صلاحيات تؤهلها للعب الدور المنوط بها، وهو ما يراه مراقبون. هذه مرحلة هي مرحلة حاسمة، ومن خلالها يمكن أن نحكم على مدى حدوث يعني تغير أو حدوث نقلة عميقة في ما يسمى بالديمقراطية التشاركية. وأعتقد بأن الخروج من هذا التردد أو من هذه الوضعية يحتاج إلى أن يرى المواطن بعين عينه مستقبلا حلول فعلية وحلول عملية للمشكلات التي يعيشها. اختيار المواطنين للمجالس المنتخبة هذه المرة مسؤولية ليست كسابقتها، لتكون بذلك فرصة لإعادة الثقة بين المواطنين وممثليهم من خلال تصحيح الاختلالات المسجلة في المجالس المحلية في خضم السنوات الأخيرة، على غرار إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي.